المسرح بالنسبة للمصريين هو واحد من الفنون اللي بيعشقها الجمهور، ومصر دايماً ليها الريادة في الفن والثقافة، وعشان كده المسرح كان جزء مهم جداً من ثقافة المصريين، ولحد دلوقتي لسه بيجذب الزوار والمتفرجين عشان يستمتعوا بفن حقيقي وراقي بيقدم على بعد أمتار منهم على خشبة المسرح. وعشان كده كان المهرجان القومي للمسرح المصري واحد من أهم المهرجانات الفنية في مصر، واللي بدأ سنة 2006، وكان وقتها حلم كبير لكل اللي بيشتغلوا في مجال المسرح، والهدف كان واضح: مهرجان كبير يعرض كل جديد ومهم في عالم المسرح المصري، ويشجع المبدعين ويخلي الجمهور يعرف إيه اللي بيحصل في المسرح. ومن وقتها ولحد الدورة الحالية، والمهرجان من نجاح لنجاح، وكل سنة بيبقى أحلى من اللي قبلها. السنة دي في الدورة 17 اللي بتحمل اسم سيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب، واللي تم افتتاحها امبارح وهتستمر لحد يوم 17 أغسطس 2024. إدارة المهرجان قررت تكريم 10 قامات مسرحية في عدة تخصصات، وهم الفنان أحمد بدير، الفنان أسامة عباس، الفنان أحمد آدم، الفنان حسن العدل، الفنان عزت زين، الفنانة سلوى محمد علي، المنتج أحمد الإبياري، المخرج الدكتور عبد الله سعد، مصمم الاستعراضات الدكتور عاطف عوض، أستاذة المسرح الدكتورة نجوى عنوس. مهرجان المسرح المصري بتنظمه وزارة الثقافة المصرية تحت قيادة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتحمل دورته الحالية اسم الفنانة الكبيرة سميحة أيوب. وطبعاً المهرجان مش بس بيقدم عروض مسرحية، لكن بتكون في جوائز لأفضل عرض وأفضل ممثل وأفضل ممثلة وأحسن نص مسرحي جديد، وده بيخلي الممثلين والمخرجين والمؤلفين يتنافسوا ويقدموا أحسن ما عندهم. دلوقتي المهرجان بقى من أهم الأحداث الثقافية في مصر، وبيستضيف آلاف الزوار كل سنة، وده بفضل كل اللي بيشتغلوا فيه من فنانين ومخرجين ومؤلفين لناس بتشتغل ورا الكواليس. ورجعنا لحضراتكم. طبعا المسرح المصري تاريخ كبير مليان بالفن والإبداع والنجوم اللي عشقناهم مش بس في مصر ولا كمان في الوطن العربي كله، ده كمان في كل العالم. شفنا امبارح افتتاح مبهج لمهرجان المسرح المصري، عشان كده حابين نتكلم أكثر النهاردة عن المسرح وأهميته كقوة ناعمة لمصر مع ضيفتنا اللي منورنا الدكتورة هبة سامي، أستاذ التمثيل والإخراج بجامعة حلوان. صباح الوردة على حضرتك. صباح الفل. في البداية بنرحب بيكي، وعايزين نتكلم عن طبعا افتتاح المهرجان المصري امبارح، وكمان تناول يعني رموز من أهم رموز الفن، وهو طبعا السيدة المسرح العربي سميحة أيوب. عايزين حضرتك تكلمينا عن أهمية المهرجان، وكمان يعني الحركة، كمان دورة الإسراء الحركة المسرحية كمان. تمام. المهرجان القومي للمسرح هو احتفالية قومية مصرية بكل أشكال المسرح اللي بيقدم في مصر. ميزة المهرجان إنه هو بيكون نافذة لكل الجمهور. على فكرة عروض المهرجان بتكون مجانية لكل الجمهور، بتكون مفتوحة لكل الناس تحضر، وما بيكونش من جهة واحدة. يعني ما يميز المهرجان إنه بيعرف كل الجهات ببعض، حتى إحنا المسرحيين في مصر بيكون نافذة، بيكون عروض البيت الفني للمسرح، مسرح القطاع الخاص، مسرح الجامعة، مسرح قصور الثقافة، مسرح الشركات حتى. يعني بيكون كل العروض المسرحية بيكون في منها نماذج. صحيح هم بيبقوا نماذج 33 عرض مثلا السنة دي، وتلاتة يعني شرفيين خارج المسابقة، ولكن انت بيكون عندك نماذج لأشكال ولجهات مختلفة ولنجوم مختلفين وفنانين مسرحيين من طوائف مختلفة من كل مصر. وعايزة اقول انه مصر فيها عروض مسرحية مميزة جدا جدا، وده يعني
انا مش هبقى ببالغ لو قلت انه الاف العروض بيتم انتاجها سنويا. بس يا دكتور انا عايزه اشتكي لك الصراحه. اتفضلي. يعني بجد انا محتاجه اشتكي لك. لان احنا زمان كان عندنا فرق مسرحيه حلو. زي نجيب الريحاني وعلي الكسار واوائل التسعينات والالفينات محمد صبحي. كان عندنا مسرحيات طول الوقت، كان عندنا عمالقه في المسرح. عبد المنعم مدبولي، فؤاد المهندس، محمد صبحي زي ما قلت لك، سمير غانم. كان عندنا كده ثراء في قصه المسرح دي بشكل صحيح. كبير. ولكن في فتره كده يعني اواخر الالفينات ابتدينا الموضوع ايه يضعف قوي عندنا، مفيش مسرحيات، ولو في بتبقى قطاع خاص وقليله جدا. وبعدين شويه انقطع الموضوع، يعني مش قادره اقول ولكن تماما بقت مسرحيات معينه قوي، مسارح الدوله ما بتتشافش قوي. انا هقول عندنا مأساة في القصه دي، وبنحاول نحيي الموضوع ده تاني، واحنا يعني من اعظم الناس في هذا النوع من الفن او في المسرح. اوكي. ما زال في مسرح. يعني هقول لك على حاجه، انا مثلا عضو لجنه تحكيم في مسابقات مسرحيه كتيره جدا. ولكي ان تتخيلي انه مسرح الجامعه بس في مصر مسرح مبهر، وفي شباب بيقدم عروض تضاهي العروض اللي بشوفها بره لما بسافر وبتتفوق عليها، وكمان بتضاهي العروض. انا متاكده ما هو ده، ما هو دي شكوتي، ده اللي مزعلني. عارفه بقى العروض دي لو سالنا عليها حد احنا محتاجين ننور عليها بالظبط، في حين انه انا يعني بقول لك انه المسرح مهما كان حجمه بيبقى مليان بالجمهور طبعا. مثلا في مسرح الجامعه دوت او في مسابقات مسرح الجامعه، جامعات حكوميه، جامعات خاصه، او حتى المعاهد يعني. طب المسرح المدرسي كمان، المسرح المدرسي دوت بيبقى فيه عروض لك ان تتخيل. يعني امبارح الاستاذ الفنان حسن العدل اثناء كلمته وهو بيتكرم اشار للمسرح المدرسي، والفنانه سلوى محمد علي اشارت للفرق المستقله. لك ان تتخيلي انه كل ده في فعليا عروض ذات قيمة عالية وذات تنوع كمان. يعني بتلاقي الولاد الطلبة دول اللي هم ده، ناهيكي بقى عن المتخصصين يعني. طب حلو قوي قوي الكلام ده. سؤال وان تو وان زي ما بيقول، اتفضلي. انت شايفة العروض دي خدت حقها او واخدة حقها؟ مش واخدة حقها بس هي دي التغطية الإعلامية، ولكن حقها ان هم طلعوا، ان هم والحقيقي انه احيي بقى كل الجنود اللي هم فنان المسرح ده فنان مقاتل طبعا. مقاتل ليه بقى؟ هو القليل هو اللي داخل المسرح علشان الشهرة والفلوس والنجومية. فنان المسرح عاشق لخشبة المسرح، هو مش عاشق للأضواء، هو الضوء الوحيد اللي هو بيعشقه أول ما الصالة تطفي والخشبة تنور. هو ده الضوء اللي هو بيدور عليه. يعني فنان المسرح ده فنان قوي يعني، مفيش صحيح. هزار. احنا مذيعات هوا عارفين يعني. وعشان كده على فكره مفيش قسم تمثيل مثلا في معهد السينما. في كل الاقسام ما عدا التمثيل، في اخراج، في انتاج، في مونتاج، في كل وده عالميا على فكره. يعني انتوا هتلاقوا اقوى الممثلين حتى على مستوى العالم. ميريل ستريب كانت يعني هي بتخش كده تعمل عرض كل شويه علشان علشان عارفين اللي هو فكره انه غذاء الذات. الممثل كمان هو خشبه المسرح دي بتكون بالنسبه له ايه. وعشان كده ممثل المسرح، يعني لما مثلا يجي حد يسالني طب ايه الفرق ما بين التمثيل في المسرح والسينما والاذاعه، الحقيقي هو الممثل ممثل بس فرق كبير طبعا. ان هنا بيكون بس في الجرعات، في الجرعات التعبيريه اللي خارجه من الممثل، لكنها ما بتكونش ابدا. يعني هو انت بس بتفهم انه تكنيك التمثيل خلاص، انت طالما اتعلمت تبقى ممثل مسرح سهل عليك تعمل اي وسيط تاني، يعني سهل تعبر عن الشخصيه من خلال اي وسيط تاني. فعشان كده فنان المسرح هو فنان مقاتل بيعمل في ظروف انتاجيه احيانا صعبه جدا، زي امثله الشباب اللي في مسرح الجامعه زي ما بقول لحضراتكم، بيعمل في ظروف روتينيه صعبة جدا في مسرح الدولة والعمل مع الإجراءات يعني طبعا. اللي المفترض تتعمل بيعمل، ولكنه كل ده بينسى بمجرد ما يطلع على خشبة المسرح. علشان كده طول الوقت طول الوقت احنا في المحافظات على فكرة، يعني مثلا بالمناسبة فيلم رفعت عيني للسما اللي لسه واخد جايزة عالمية دلوقتي، هو كان عن ايه؟ عن فرقة مسرح شارع.
يعني فكرة انه علشان كده بقول انه فنان المسرح هو فنان مقاتل، هو طول الوقت بيبدع طول الوقت. طيب تخيلوا، فاكرين اللي حصل من قريب لما الفيسبوك وكل الحاجات وقعت ومفيش نت ومفيش كذا، ايه الوسيلة اللي زي ما كنتوا بتتكلموا مثلا انه الذكاء الاصطناعي وكذا لكن هيفضل الوسيلة الترفيهية والتثقيفية وهي الإنسان، اني اقعد وهي كانت البداية برضو. احنا هي كانت البداية بالنسبة بالفن. طيب عايزين برضو حضرتك تكلمينا عن مسرح الدولة ودوره كمان في هذا النوع الفريد من الفن. اوكي، مسرح الدولة هو مش قطاع واحد، يعني ما عنديش مثلا بس عروض البيت الفني للمسرح. احنا لو بصينا هنلاقي كل الحاجات اللي انا بقولها دي هي بصورة ما تابعة للدولة او تحت مظلة الدولة. باستثناء طبعا الفرق المستقلة او مسرح القطاع الخاص، ولكن انا دلوقتي زي ما بقول انه انا عندي البيت الفني، عندي قصور الثقافة في كل محافظة، في قصر ثقافة وفي بيوت شباب وفي بيوت ثقافه وفي مراكز الشباب، ما هي دي برضو بتقدم عروض مسرح. فهي الدوله بتنتج عدد مش قليل من العروض باسعار زهيده جدا. وعلى فكره دلوقتي في فعليا يعني احنا في العيد الكبير فتحت عروض في كل مسارح البيت الفني للمسرح، وحقيقي كلها عروض تستحق المشاهدة. مع دكتور هبة، هو ده اللي احنا بنحاول نلفت نظر السادة المشاهدين ليه. انا كنت بقدم برنامج هنا اسمه الفن في البيت، وكنا بنروح المسارح وخاصة الشباب الجداد ونتفرج على العرض، نعمل لقاءات مع الممثلين الصغيرين اللي احنا بنتكلم عنهم اللي هم المفروض يبقوا كبار جدا في مجالهم، حقيقي يعني فنانين وبيقدموا عروض جميلة جدا جدا جدا، ولكن مش واخدة حقها. هي دي المشكلة اللي احنا محتاجين نسلط عليها الضوء عشان محتاجين ياخدوا حقهم، دي حقيقة. فاحنا نرجع بقى لموضوعنا وهو دورة المسرح السنة دي، يعني دي حاجة من الحاجات اللي بتبتدي تاني تدي الطاقة والنور للمسرح المصري. فكلمينا بقى عن الدورة الجديدة السنة دي اللي هي بتحمل طبعا اسم السيدة العظيمة سيدة المسرح الفنانة الكبيرة سميحة أيوب. طبعا بنقدم للفنانة الكبيرة سميحة أيوب تحية كبيرة، لان هي استاذة. مفيش حد قرر يدخل يتعلم مسرح الا وكانت هي نموذج كده بيبص له باحترام وبيقول الله انا نفسي ابقى كده. طبعا فطبعا اختيار موفق انه الدوره تحمل اسمها. العروض اللي مشاركه يعني مثلا من ضمنهم عرض ديرجنت اللي هو من كلية الأداب جامعة حلوان، من عروض مسرح الجامعة. فيه عروض من يعني عرض الأرتيست مثلا اللي داخل من مسرح الهناجر، عرض رائع رائع. وكل العروض اللي مشاركة في الدورة دي الحقيقي يعني كان ليا نصيب اني اتفرج على اغلبها قبل التسابق يعني او قبل المهرجان. اكتر عرض لفت نظرك واكثرهم تميزا؟ بصراحه هو يعني عرض الارتيست بصراحه حلو جدا جدا، اخراج محمود زكي، بطوله هايدي عبد الخالق. هو عن قصه حياه الفنانه الكبيره زينات صدقي. عرض ناعم وحقيقي، وهو عن موضوع الفن على فكره، شوقتينا. عن حياه الفنان، فنان اللي بيعمل اي حاجه، اللي ما بيلاقيش روحه غير بالفن يعني. وعروض تانية كتير يعني، مش عايزه ابقى ناسيه حاجه، بس هو لان هو اخر عرض حضرته يعني. يعني احنا بنشكرك على المعلومات اللي قلتها لنا النهارده، ونتمنى الدوره دي تلاقي نجاح كبير زي الدورات السابقه. بنشكرك شكرا جزيلا دكتوره هبه ثاني، استاذ التمثيل والاخراج بجامعه حلوان. صباحك صباح الورد. صباح الفل. صباح الفل عليك يا دي. صباح النور والقمر عليك يا سلمى. سلام مشاهدين، دي كانت نهايه حلقتنا النهارده. استنونا اول الاسبوع في حلقه جديده من صباح الورد.